اهلا يا دكتور. اهلا سياده المستشار. انا في مكتب سياده المستشار وهو امرنا اشوف طلباتك. اتفضلي. انا عايزه اقدم بلاغ في سرقه عينات وحوافظ تفيد في القضيه وتاكد ان موتهم كان بفعل فاعل، والتقارير دي بتقربنا من الجاني ومع ذلك ما تمش اثباتها في القضيه، وده معناه ان في خطوره انها تتقيد ضد مجهول. في حد بعينه بتتهمي؟ لا، ما اقدرش اتهم حد يا فندم، لكن بعد تشريح الجثه وضم التقارير للقضيه هتظهر مفاجآت. والله انا معلوماتي عن القضيه ان هي اتأيدت حالة وفاه طبيعيه. لا يا فندم مش طبيعيه، في جاني، انا واثقه من كلامي، وبعد المناظره انا متاكده ان احنا نقدر نوصل. يعني حضرتك قمت بترشيح الجثتين بعد طلب اذن من النيابه وبعد فتح التحقيق؟ طبعا. بصراحه لا. نعم، يعني حضرتك عملت ده من نفسك؟ ايوه يا فندم. ايوه ازاي يا دكتور؟ كلام حضرتك ده بيضطرني ان انا اتحفظ عليكي. ايوه جاي. احلى فطار لاحلى دكتوره في الدنيا. صباح الخير. طعميه مولعه بالسمسم، بطاطس مهروسه، فلفل اخضر وقوطه، بتنجان، وامك جوه بتعمل فول على الطريقه الحرسيه. ده ايه الدلع ده كله؟ بس انت جيتي امتى يا دكتوره؟ امبارح متاخر وانتوا نايمين. ما انا معايا المفتاح، ولا مش عايزين ناجي؟ احنا بنتأمع بيكي في الحته يا دكتور. نتأمع؟ حاسس ملابسك شويه. صحيح يا جيك، بسم الله ما شاء الله، شايفه فيديوهاتك ايه مكسره النت وبقرا تعليقات حلوه قوي، برافو عليك. مش قلت لك صوتك حلو؟ هو صوته بس، لان اصحاب البنات حاطين صوره على تليفوناتهم. واو. بصي، هو موضوع جه صدفه كده، واحد صاحبي عمل لي حساب على التيك توك ونزل لي فيديوهاته كده. بس ما تقلقيش، مركز في المذاكره جدا ومبضيعش وقت. ان خلص الفول انا مش مسؤول. احلى طبق فول للدكتوره حبيبه قلبي. ايوه بقى. يا عيني يا ليلي يا ليل يا ليل. الله، طب ما سمعنا حاجه كده واحنا بناكل. سمع مين؟ احنا ناقصين. لا لا لا، كفايه اللي انت بتعمله على التيك توك يا اخويا. اقصى عليك يا ماما، خليني نسمع منه حاجه. سمعنا يا جيك حاجه. قول. غني. طيب غني لكم ايه؟ ايه ماشي، لو بتحبوا دي. كان يا مكان، 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 الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، مدفينا الحنان، زرنا الزمان، سرق منا فرحتنا والراحة والأمان، والراحة والأمان. حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا. حبيبي يا أنا أغلى من عينيا، نسيت من أنا؟ أنا الحب اللي كان، اللي نسيته أوام من قبل الأوان. نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام على غدر الإنسان. كان يا مكان. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ما تشغليش دلوقتي. لو سمحتوا يا جماعه، يا جماعه لو سمحتوا من فضلكم اهدوا شويه. لو سمحتوا، الدكتوره سلمى هي المسؤول الحالي عن الشركه وهي قدامكم اهي، وان شاء الله ان شاء الله كل واحد هياخد حقه. احنا اسفين على التاخير، وطبعا انا عايزه ارجع لكم حقوقكم ومشاكلكم عايزه احلها لكم. انا بعتذر لكم
بس اكيد انتوا فاهمين الظروف. من النهارده انا اللي مسؤوله عن الشركه، وان شاء الله حقوقكم اللي فاتت واللي جايه انا ملزمه بيها، وكل مشاكلكم هتتحل. بس معلش اسمحوا لي الاول افهم الوضع ايه وافتح الملفات عشان اقدر افهم كويس واعرف ارجع لكم حقوق. عشان كده انا بستسمحكم وبطلب منكم انكم ترجعوا لاشغالكم دلوقتي، ومن النهارده لازم تعتبروا ان احنا عيله واحده. مش هنتحرك من هنا لغايه ما نلحقونا. وانا مش منقول من هنا غير لما اخد فلوس المستخلصات بتاعت الشهور اللي فاتت دي كلها. بيوتنا اتخربت. مش هنتحرك من هنا. لو سمحتوا عايزينكم راسكم. من فضلكم لو سمحتوا. لو سمحت يا دكتور اتفضلي جوه واحنا هنحل الموضوع ده. اتفضلي اهدي شويه. اتفضلي ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا دكتور. يا اخوانا انتوا واقفين ليه؟ كل واحد يشوف شغله. يلا عايزين فلوسنا. عايزين حقوقنا يا جماعه. لا يا استاذ زوز، احنا اقل ستوري عندنا بتركب الفلنكات وبتلعب بالانفات يعني ريتش، وده بشيء وشويات. اقل واجب 5 باكو. تمام اعتمد. الساعة 10 بالليل هنكون على. طب يلا يلا. سلام سلام. حسن سكة ودغري انا عرفت انك بتاخد فلوس من الكافيهات والمطاعم اللي جيكا بيعمل لها ريفيوهات. ما حصلش. طب اسمع كده. ايوه يا حسن، خلي الواد صاحبك اللي اسمه جيكا ده يجي يعمل لي ستوري يا عم، بس المرة الجاية ادفع 1500. ايه رأيك بقى؟ ما تحسبش كده يا صاحبي. بعدين ما جيكا ده انا اللي ركبته الطيارة وخدمته وقطعت التيكت، وحان الآن وقت جني الثمار حقي. طب يا عم الفكهاني، جيكا يعرف حاجة عن الفلوس دي؟ بص يا حسن، ده اسمه استغلال يا حبيبي. يعني احنا مش المفروض نعمل كده مع أصحابنا، بالك بقى جيكا اللي هو أخونا. عندك حق، ده فعلا كلامك صح. ازاي ما كنتش واخد بالي من الموضوع ده؟ يعني المفروض تاخد بالك يا حبيبي انه معاه عده صفيح مش عارف يغيرها. يا عيني انت ادرى واحد بظروفه يا جدع. جيكا ده عيون حسون، اعتبره حصل. ماشي اما نشوف يا حبيب حسون. بانك هتتعب امي ودخلينا على قصه حزينه. هي طول الوقت شايفة ان خالد ده ملاك بجناحة، مش عارفة اي حاجة عنه. مش عارف، شايفة ان في حد قتلهم هما الاتنين. تعرف انا مش متضايق ان شيرين حصل لها حاجه زي كده، عشان شيرين خاينه. بس انا لو اتمنيت ان ده يحصل 1000 مره كنتش عايزه يحصل بالوضع ده ولا بالفضايح دي كلها. معلش صدعتك بمشاكلي، أنا ماليش غيرك عشان أفضفض له وأقول اللي جواي. متزعلش مني. أيوه اديها الاوراق اللي هي عايزاها.
اديها الاوراق اللي هي عايزاها وانا جاي حالا. جاي يا دوبك مسافه السكه، غير هدومي واجي. سلام.